شو يا ماما لساتك صاحية لهلا؟ يعني هلا شوي بنام. طيب أكلتي؟ في شوي بالثلاجة إذا بدك. لا أنا ميت من الناس، تعبانة كتير. كيف مدرستك؟ يا ماما خلص وقتها هلا تسأليني على المدرسة، روحي ارتاحي. على فكرة أنا لساتني أمك، بسألك إيش ما بدي وقت ما بدي. طيب ماما المدرسة منيحة. طيب وامتحان المنحة؟ كله تمام ما تخافي. طيب حبيبتي أنا رايحة أخذ شاور وأنام. ماشي ماما، حتى أوعيكي بالغسالة لأني بدي أغسل وما رح أقعد أدور ورا أوعيكي. حاضر يا ست البيت. نايتي. شو يعني لسه مش صاحي؟ كيف يعني؟ أنا مش حاكي لك الصحية قبل نص ساعة؟ والله إني صحيته وصحي وإجاني على المطبخ بحكي لي إنه تعبان شوي، شكله حرارته مرتفعة. رايد يا مليش حالك نايم. أعطيه خافض حرارة، إذا شفتي حالته صارت أحسن وديه على المدرسة بلا ما يروح عليه اليوم. حاضر، مع السلامة. المديرة بدها اياكي. جزء شيء للمنحة، ما تخافي. من وين جبتي هاي الصورة؟ مس أنا ما إلي دخل فيها. زي بقية البنات شفتهم على النت، صار البنات يبعتوهم لبعض. يا دينا اللي وصلني إنه أنت اللي موزعة الصورة بالمدرسة، وإنك على علاقة مع هذا الولد. لا طبعا مس، هذا الكلام ما بصدر مني، واللي نشر هذا الكلام سميرة لأنها بتكرهني وبدها أي إشي ضدي. اسمعي يا دينا، أنت بتعرف إنه أنا بحبك وأنت بنت شاطرة ومؤدبة، بس أنا وصلني كلام ولازم أتأكد منه، فأنا رح أسألك وأنت بتجاوبي وبس. أجاوب على شو؟ شو قصة هذا الولد؟ شو موضوع الفيسبوك؟ يا مس أنا بكتب على صفحتي الخاصة بالفيسبوك أشياء خاصة فيي، وأنت بتعرفي قدي أنا بحترمك وبشكر مساعدتك إلي بموضوع المنحة. وأمك يا دينا بتعرف الموضوع الشخصي؟
صباح الخير. صباح الخير. شو؟ شو اللي قاعد يصير عندكم بالصف؟ ولا اشي، رائد كان بيحكي مع بنت على النت وابصر شو حكي لها وشو عامل معها وناشر صور على النت فضحيته. طيب هاي القصة انا بعرفها، صار اشي جديد؟ ولا اشي، نزل تهديد وضرب بالولاد ومبارح استدعى ولي امره مدير المدرسة. طيب اليوم جوبن ما اجى. مش حاسس قديش المدرسة هادية؟ وال لهالدرجة؟ حكيت لك هاد ولد. مين هاي البنت اللي قلبها قوي تعمل فيه زي هيك؟ بيحكوا بنت من المدرسة اللي جنبنا. انسى، تعال نفطر اشي قبل الجرس. مش عارفة شو احكي لها. قولي لها هيك رح تعرف. ان شاء الله ما بصير اشي. اصلا امك بتعرف اكيد انك ما رح تعملي هيك اشي. تحبي اخلي امي تحكي معها؟ ناقصها. عن جد بحزن عليها. بتعرفي احيانا بترجع من شغل ما بتغير اوعيها حتى من التعب، وكمان تيجي المدرسه تحكي لها بنتك عامله مشاكل. ولا عشان مين؟ عشان المتخلفه هاي سميره تبعتكم. يا هنا انا خايفه. لا تخافي، كل شيء رح ينحل. اسمعي بحكيكي بعدين. اوكي فادي. فادي. نعم. تعال شوي. فوت بس سكر الباب. نعم. اسمع، تكون بالمدرسة تسربت صور أو إشي زي هيك؟ كيف يعني؟ إشي أمي عمل لك إشي تاكله؟ مش جوعان. طب ليش سهران لهلا؟ ولا بعدك تعبان؟ يا أمي أنا زهقان. هو مش أبوي نام؟ نام بس لا رائد، اللي بدك إياه ما رح يصير. بالله عليك يا أمي، والله بس ربع ساعة، ربع ساعة وأنا رح أرجعه مكانه. بعدين مش لقيلي إشي مهم عشان المدرسة، مستقبلي هاد يا أمي. لا قلت لا، لا يعني لا. ما هو اسمع، أنا مش ناقصني أبوك يعصب علي أنا كمان. طيب يا ستي أنت ما إلك دخل، احكي له وينه بس. بحبك. اضحك علي، اضحك علي. حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك. في صيف قاس أصبحت سماء بوتسوانا تعج بالنشاط والحيوية. هنا كل مولود جديد يحتاج إلى التحرك وبسرعة. تلد الثيران البرية في بداية موسم الأمطار لضمان وجود الكثير. ماما المدرسة بدهم اياكي بكره. ليش؟
ما بعرف. طيب